متى قلت رب الدنيا واحد نعبد عبدا سواه يا حبيب الله يا حبيب الله الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر بيها رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك يا حبيب الله حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأت السيرة النبوية الشريفة من مكة. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ويمتد نسبه الشريف إلى سيدنا إسماعيل ابن سيدنا الخليل إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه جميعا. وبينما كان عبد المطلب جد النبي صلوات ربي وسلامه عليه نائما، رأى رؤيا عظيمة، وما كانت لتجيء إلا لرجل سيكون له ولحفيده شأن عظيم. ماذا تفعل يا سيد قريش؟ ومن أمرك بحفر هذه البئر؟ هي رؤيا صدق وحق، ولكنك لست وحدك من تملك هذه الأرض كي تحفرها وتتصرف فيها كيف تشاء. أنا لا أفعل ذلك من تلقاء نفسي، إنما هي أوامر رب البيت. الماء الماء، لقد خرج الماء وعادت بئر هاجر وإسماعيل عليه السلام. سأذبح أحدهم. نعم يا معشر قريش، إن رزقني الله 10 أبناء سأذبح أحدهم. على عبد الله، على عبد الله، سيكون هو الذبيح. عبد الله هو الذبيح. لا لا لا، يقولون إن عرافة الحجاز أوصت بفداء لعبد الله بعد ضرب القداح بسهم لعبد الله وسهم للإبل. هذا سهم الإبل والفداء، لقد نجاك الله يا عبد الله. مدحت رسول الله أبغي بمدحه أفور حظوظي من كريم المآرب. يا معشر قريش، مات عبد الله، مات ابن عبد المطلب. أتيت لأهدم بيتكم، البيت الحرام كما تسمونه، وتقول أريد إبلي؟ نعم أريد إبلي، فأنا رب الإبل. والبيت؟ للبيت رب يحميه.
فلما وجهوا الفيل إلى مكة قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال: أبرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت، فإنك في بلد الله الحرام. وترك أذنه فبرك الفيل. وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال يقوم ويهرول. مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه. للبيت رب يحميه، حمدا وشكرا لك يا رب البيت الحرام. ولد له علامة سيولد في تهامة، سيكون له الملك إلى يوم القيامة، سيكون نبي هذه الأمة، سيموت بعد حين أبوه ويكفله جده وعمه. وما شأني به؟ إنه من صلبك يا عبد المطلب. بعد 55 يوما من واقعة الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرص عليه، ولقد سميته محمدا ليكون محمودا في الأرض وفي السماء. تقول سيدتي آمنة إنها رأت نورا خرج منها وصل إلى قصور بسرى من أرض الشام. يا له من ولد مبارك يا ولدي، ويا له من ذنب. سأعود لهذا اليتيم لعل البركة فيه. ما هذا الخير؟ ما هذه البركة؟ لقد أخذنا نسمة مباركة. والله إني لأرجو ذلك. سيدكم من بعدي هو أبو طالب، وهو الذي سيكفل محمد. احذروا عليه من قومه، فإن آذوه فانصروه. فاطمة يا زوجتي، أنا لا أدري ما الذي يفعله محمد بن أخي. إنه صبي كالرجال، صبور وقور، عطوف رحيم مهذب، جميل الطباع يا أبا طالب. يا فاطمة، أنا لا أدري ما الذي يحمله على أن يرعى الغنم. ما صلة القرابة بينك وبين هذا الغلام؟ إنه ابني. ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ فإنه ابن أخي. فما فعل أبوه؟ مات وأمه حبلى به. صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه من اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لن يسلم من شرهم، فإنه سيكون لابن أخيه شأن عظيم. ردوا علي الغلام، فوالله ليكونن له شأن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لا يجاري قومه فيما يفعلونه، فكان لا يشرب الخمر، ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر احتفالات لعبادة الأوثان. وورقة هذا ابن عم السيدة خديجة زوج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان نصرانيا، وكان قد تتبع الكتب وعلم منها بقدوم نبي لآخر الزمان. فلما حكت له خديجة عما قاله لها ميسرة قال لها: إنه نبي آخر الزمان. Thank you.
قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. والله يا محمد لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا. يا ابن أخي إني معك، أمنعك من قومك إن كذبوك، وأؤيدك وأنصرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وأسلم بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن الرسول، وأسلم من الفتيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أرأيت يا زيد أبو بكر التاجر ذو الخلق يدعو من وثق به من قومه إلى الإسلام. يا أبا طالب، جئناك بعمارة ابن الوليد، أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه لك ابنا وأسلم إلينا محمدا. أسلم إلينا من خالف دينك ودين آبائك. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكى أبو طالب وقال: يا محمد أقبل، أقبل يا ابن أخي، اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لهم أبدا. واستمر التعذيب والتنكيل بعباد الله المؤمنين. قل إن اللات إلهك من دون الله. وكان آل ياسر من المستضعفين، فكان المشركون ينزلون بهم العذاب الشديد بلا شفقة ليرجعوا عن دينهم، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وهذا بلال يضعون فوقه الصخرة العظيمة. أحد الأحد، أكفر بمحمد نعطك ونلبسك الحرير والذهب. أحد أحد. أرأيتم؟ أرأيتم ماذا فعلت بمحمد؟ نعم، لقد أهنته يا أبا الحكم. دعوا حمزة، فإني قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. لقد جاء عمرو بن العاص ليأخذنا. ولو رجعنا إلى مكة لن نرى خيرا قط. يا مولاي، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فقال جعفر بن أبي طالب: هو عبد الله ورسوله، وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فأخذ النجاشي عودا من الأرض وخط خطا عليها وقال: ما عدا عيسى ما قلت. فأمن المسلمين على أنفسهم ورد إلى رسولي قريش الهدايا، فخرج من عنده مخذولين. أهلا أهلا ومرحبا بابن أختي، ما الذي جاء بك؟ فقال عمر: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد. فذهبوا إليه وقالوا: يا محمد، شق لنا القمر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يشق لهم القمر، فاستجاب الله لدعاء نبيه وشق له القمر.
ما هذا؟ سحرنا محمد، سحرنا محمد، سحرنا محمد. لن نؤمن بك يا محمد مهما جرى على يديك من معجزات. ماذا تقول يا أبا بكر في صاحبك؟ يزعم أنه جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى ورجع إلى مكة. فقال لهم أبو بكر: وإنكم تكذبون علي، وها هو يحدث الناس في المسجد. قال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله، من السماء إلى الأرض، في ساعة من ليل أو نهار، فأصدقه. مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة لمن يأتينا بمحمد وأبي بكر حيين أو ميتين. انظروا إلى هذا الغار. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لا أعتقد أن محمدا هنا ولا أنا، فلنبحث عنهما في مكان آخر. هذه هي النهاية يا أبا لهب. هل ما قاله فينا محمد هو الحقيقة المرة التي تنتظرنا؟ وهذا العذاب الأليم الذي يحيط بنا الآن؟ وهل الحق سيلتف حول جيدي حبل من مسد؟
بينا من موج الحياة للي ظل وقلبه ده سنة وكتاب معينا يحمينا من موج الحياة سنة وكتاب معينا وصلت رسالتك يا نبي يا رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط مادت ايدين بنقول وراك مليون امين عالجنة ودينا وصلت رسالتك يا نبي